لا مش هاجر عشان محافظ ليه تحديدا؟ عشان على كلامك وانا عارف الكلام ده كويس كمان، انه لاعب بروميسنج جدا في مركز الظهير الايمن جدا. هل والاهلي والزمالك محتاجين باك رايت؟ هل حد فيهم يتكلم معاكم بشكل رسمي؟ لا ولا الاهلي ولا الزمالك، لكن انديه كبيره جدا بعد الاهلي والزمالك على طول. يعني مش حابب برضو، لانه يعني خلينا برضو يعني نحاول نحافظ على الـ على الـ لحد نهايه الموسم واللعيبه تركز. لكن لا، جاله طبعا عروض رسميه وناس اتكلمت معانا في يناير كتير جدا يعني، وسيرجي اريك لعيبه كتير جدا في الفرقه يعني. فده اعتقد ده نجاح يعني، ده نجاح ان انت تسوق اصلا هدف يعني. مقصه طول عمره نادي استثماري، وطول عمره نادي يعني بيمد الاهلي والزمالك والمنتخبات باللعيبه، وده حاصل وبيحصل يعني. فاحنا محافظين على الاقل على الشكل ده، وان شاء الله السنه دي نقعد في الدوري بشكل صعب شويه، لكن هنقعد باذن الله بشكل كويس. واحنا كنا متخيلين من اول السنه ان احنا مش هنقعد بسهوله، وعارفين ان احنا في مركز متاخر، لكن الماتشات اللي جايه ان شاء الله نقدر يعني نعمل لسه حاجه جيده. لسه شايف الامل قائم؟ طبعا طبعا. ليه؟ ما النهارده حط طلائع الجيش مثال قدامك. طلائع الجيش في اخر 13 مباراه ما خسرش، واكبر مكسب ليه 1-0 يعني. اكبر مكسب هو اللي مكسبه، ما بيكسبش غير 1-0، ما بيدخلش في مرماه جوال. لكن كابتن طارق العشري بمنظومته الجيده مع طلائع الجيش 13 مباراه كان بيلعب، حتى لعبوا الزمالك في 13 مباراه، قدروا هم ما يخسروش، جمعوا 27 نقطه. انت عندك 13 مباراه جايين، لو جمعنا، لو اعتبرنا ان طلائع الجيش يعني خدناه كتجربه او كمثال، لا نقدر نقعد بشكل مستريح يعني. الدوري بقى صعوبته ليها علاقه بالاموال اللي بتضخ فيه، لان كله بيصرف دلوقتي تقريبا 90% من الانديه عندها قوه شرائيه تقدر تشتري. فاللي ما يقدرش يشتري، فكره انك تعتمد على مجموعه بس من الشباب مش هتقدر تقاوم للاخر يعني. انا فاكر بدايات مصر المقاصه الموسم ده كانت بدايه معقوله جدا، وساعتها انا فاكر كنت ببقى هنا بشيد بمصر المقاصه بقول انه اكتر فريق عنده ظروف صعبه، ورغم كده بيعمل نتائج معقوله جدا. بالظبط. بس طبعا الاستمراريه كانت الامور صعبه. لا الحال السنه دي في سوء توفيق مش طبيعي، مش طبيعي بجد يعني. احنا تخيل احنا اكتر فريق في الدوري مضيعين ضربات جزاء في ظل الاحتياج اللي احنا فيه ده. احنا ضيعنا 5 بنالتي في الدوري، بينا نقل لما جينا بنالتي تمام. فقابلنا يعني مثلا بنلعب المقاولين، في المقاولين كسبانين 1-0 ويعني او لا كنا متعدين، كنا يعني جالنا بنالتي ضيعناه، المفروض نبقى كسبانين 1-0، دخل فينا جول وتعادلنا بصعوبه جدا في الدقيقه 96. 3 نقاط بالنسبه لك كانوا سهلين جدا. المحله مغلوب 1-0 في ملعبي، الدقيقه 88 بيجي لك بنالتي برضه بتضيعه. اللي بتتكلم في سيراميكا كليوباترا متعادل 1-1 يجي لك بنالتي برضه بيضيعه. فيعني احنا قابلنا، وده مش عايز اقول لك بقى محدش ما تقدرش تصنفها ان كواليتي لعيبه او ان اللعيبه كل اللعيبه شاطت يعني. الخمس بنالتيز الخمس لعيبه مختلفين، ده سوء توفيق فرقه بقى. فبالتالي الفكره في ايه بقى؟ الفكره يعني هو ما فيش مره بالحظ انا شوت كوره اليمين فالحارس يلم الشمال بالحظ يتوقع غلط مثلا، ما فيش دي. فسبحان الله في حاجات غريبه، لكن اللي باكد عليه ان احنا ماشيين بشكل كويس. ولما توصل اللي هي سوء حظ او مش عايز اقول سوء توفيق، لان ربنا سبحانه وتعالى ما بيجيبش توفيق وحش، لكن تاخير التوفيق ده اللي مخليني مطمن شويه من جوايا ان ربنا اكيد شايل لنا حاجه كويسه وربنا عادل يعني. فتعبنا الفترات اللي فاتت هنجني ثماره ان شاء الله.